فلما جت جمعية العلماء المسلمين جت تبني مدارس في أنحاء الجزائر، عرقلتها فرنسا وقالت غيرها دي ما تكونش، راكم بنين زوج يكفوكم الزوي. قالوا لا احنا ما نستعرفوش بالزوي. جمعية العلماء قالت احنا ما نستعرفوش بالزوي، احنا نستعرفوا بالقرآن، نستعرفوا بمدارس تقرر القرآن كما فهموه الأولين. علاش فرنسا تعارض هذه وتعاون هذا؟ نحن الزوايا حذرنا مرارا وتكرارا بأن قلنا أن السلفية هي الخطر الوحيد الذي يهدد كيان الوحدة ويهدد أمن الجزائر واستقرارها. حينما قلنا هذا الكلام فرفعت الجميع وقالوا بأنكم تستعملون الإقصاء تجاه هذه المجموعة، ولكن تبين في الأيام بأن هذه الطائفة اللي هي طائفة السلفية شكلت خطر حقيقي واستولت على المساجد، لأن أغلبية المساجد أو بعض المدارس القرآنية وبالأخص في الجزائر العاصمة هي تحت سيطرة السلفية، ولها أفكار هدامة، أفكار ليست لا في صالح الوطن ولا صالح الأمة ولا صالح المواطن، وهي تعمل على تشتيت وتفكيك النسيج العقائدي للمجتمع. فهمتم؟ إن فرنسا جلست 130 سنة هنا ماشي باللعب، جلست بتدبير شيطاني. شفت كيف؟ يلتقى الرومي اللي يقول البونديو يقول لك ربي موجود، ويلتقى العربي الجزائري مسكين اللي كان يقولها سيدي مبارك ولا لا سيدي عكاشة، وكانوا يمشوا ويديروا الوعادي والزرادي ويمشوا في وسط الطرق ويديروا فرد كبير معلم بكذا، والبندير يمشي والنصارى يطلهم الباطمات ويرمونهم في الدوانة، واحد سابق في فتاعو يلايم خبرهم شافوا، والصغار نقول لهم التاريخ تاعنا كيفاش كان فرنسا تلعب علينا. شفت كيف يمشوا ورامي يلايموا في الدرام والنصارى يرمولهم حتى وين رايحين؟ قال السيد مبارك. يلحقوا ثم ينذبح هذاك الثور ويطيبوه ويقعدوا 7 أيام و7 ليالي، والبندير يخبط وتلاه ليه وربي ها 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 ها، وفرنسا زيد تساعده. شفت كيف؟ كان هنا في الغرب هذا سيدهم عابد اللي كانوا النساء يغنوا به في لارس، لما تلحق الموسم نتاعو خرجوه في الجريده. سيدهم عابد والحق الوقت نتاعو واش يسموها سكة الحديد كانت تدي بأربعة دورو، يقولوا ولا زوج دورو، ولا كانت تدي زوج دورو ولا دورو، ينشروها ويكتبوها بالتباشير في القطار اللي يبغى يركب راهي ولات بدورو تشجيع. شفت كيف؟ وراه كل شيء ثم خالص 7 أيام و7 ليالي هما في الغرب، ويروحوا ثمايا الجوفرنور تاع فرنسا داري له الكرسي تاعه وحده، والمير والقايد والباشا والبشاقة وفلان وفلان، وقاعدين كل فصل تعرفوا على وجه الأرض تلقاه ثمايا في هذاك الموسم تاع سيدهم عابد. احنا نفكروا فرنسا لا تعاون هذو. انت لما جت تبني مدرسة، لما جت جمعية العلماء المسلمين جت تبني مدارس في أنحاء الجزائر، عرقلتها فرنسا وقالت غير هذه ما تكونش، راكم بنين زوي يكفوكم الزوي. قالوا لا احنا ما نستعرفوش بالزوي. جمعية العلماء قالت احنا ما نستعرفوش بالزوي، احنا نستعرفوا بالقرآن، نستعرفوا بمدارس تقرر القرآن كما فهموه الأولين. علاش فرنسا تعارض هذه وتعاون هذا؟ شكون فيكم يعرف الشيخ يحيى رحمه الله؟ الشيخ يحيى معلم رحمه الله، نسيب سيد صادق وليده راه خاطبا سيد صادق، كان من جمعية العلماء رحمه الله وقرر القرآن 50 سنة، عاش معنا في مكة 6 سنين. يعني هذا التاريخ كله راني نستقيه منه ومن جد هذا الله يرحمه ثاني الحاج بولان بن طلحة، كان من جمعية العلماء، يعني تاريخ صحيح ماشي ماهوش مزور. هذا الشيخ يحيى هذا كان مرة يدرس رحمه الله في الشبلي في مدرسة هناك، ويعلم الناس التوحيد، يعلمهم العقيدة الصحيحة ويعلمهم كل شيء. مرة في المسجد كان كيدرس، يدرس واحد أرماله سؤال، ما أدري الإنسان ذاك على نيته، ما أدري الإنسان هذاك بيع كما يقولوا حاكي. قال له سيد الشيخ اللي يعلق لنا ياشين هو شعبي كما حنايا ويصلي في الجامع ويعلق لنا ياشين تاع الماريشال جوف ويعلق كذا، الحكم تاعه؟ قال له كافر، علق حاجة تاع فرنسا، احنا ما عندنا إلا ملة الإسلام، كفر.
المهم خرجوا راحوا. جلس يدعى للشيخ يحيى، راح ليه، راح للمير. شوفوا يا اخواني العبارة اللي قالها له، تتعجبوا فيها هذه الكفرة كيفاش كانوا يخططون. قالوا اسمع الشيخ يحيى، علاش راك ديمونتي رصان الناس؟ راه ديمونتي في رصان الناس باش يفهموا، خليهم نايمين، علاش راك تحرك لهم في رصانهم؟ قالوا واش درت انايا؟ قالوا انت يا فتيت لهم، قلت لهم القراية على الميات والثلاث ايام والربعين يوم هذه كلها بدعة ما كاش منها وكذا، والصحابة ما داروهاش. قالوا واش دخلك في هذا الشيء هذا؟ قالوا واللي علق لنا يا شي نتاع المارشال جوف ولا المارشال بيتان ولا باللي كفرت، واش دخلك يا شي هذا؟ قالوا له مسيو شكون قال لك؟ بدا يضحك الرومي، بدا يضحك ونظر هكذا. قال انا يا كي نظر نظرت معاه، فاذا به معلق البرنوس تاعو، كان يلبس برانس مش ما نشتميها، معلق البرنوس تاعو في واسمو عند الباب مور الباب. صاحب البرنوس هذاك هو اللي جالس في الصف الاول، الرومي جالس في الصف الاول. سالو تخرجوا انت شكون يعرف؟ يجي يسمع، قال له انا يا صاحب، تعرف صاحب البرنوس هذا؟ قال له نعرفه. قال له انت هو؟ قال له انت اللي كنت على اليمنى في الصف الاول؟ قال له انا سمعتك بودني، ما قال لي حتى واحد. وفعلا وداوه للحبس وتعذب، وتمرت غير على هذيك الكلمه اللي قالها. باش تشوفوا فرنسا ما كانتش يعني ما جلستش 130 سنة بالنعاس، كانت تخطط لنا التخطيط تاع نتاع جهنمي، تشوف تتصوروا. لما ردتنا احنا مخرفين ومشركين وراه داخلين في الشراب نهار الجمعة، قولوا لي بربكم ربي سبحانه يغير على ناس كيما هذو. احنا يا خلوا قضية حسابية كما قلت لكم، خلوا احنا صريحين وعقلاء. لما يلتقى كتابي، يعني راجل عنده كتاب يهودي ولا نصراني، ويلتقى واحد مشرك، شكون مليح عند ربي؟ قولوا. يعطيكم الصحة، الحمد لله اللي فهمتوها. الكتابي ربي سبحانه جعل له نصوص في القرآن ومعاهدات غير معاهدات المشركين، أما المشركين لا ذمة لهم، وين نلقاهم نقتلهم إلا أن يتوبوا إلى الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، كي يتوبوا ويقيموا الصلاة كما احنا خاوتنا، أما مادام مازالوا مشركين السيف لهم. احنا ربي سبحانه رمانا، قالك مشركين روحوا، خلوا النصارى يحطموا فيكم ويقودوكم كما بغي. ربي سبحانه يقول في القرآن: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. مش من الآية هذه، يجمع لك الآية هذه. قال ربي سبحانه: أنا ما ندير لكم شعبر، وما ندير لكم حساب، ولا ندير لكم وزن لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم. هكذا فسرها سيدنا العلماء جزاهم الله. قال ربي سبحانه: أنا والله ما ندير لكم حساب، روح إلا إذا عبدتوني حق عبادتي ووحدتوني حق توحيدي ندير لكم حساب، تصبحوا من عبادي. أما ما تعبدونيش وكما راكم تعبدوا في القبوب وفي الشجرة وفي الحجرة وفي سيادكم، كل موسم يوم العام 12 دايرة الموسم عند القبور، اليوم سيدي عكاشة وغدوة سيدي مبارك، واليوم سيدي محمد تاع الجبل وغدوة تاع بيلكور، وهكذا ورايحة. العام 12 تدور غير في المواسم والبندير. واش كاين اللي يصلي يصلي هذيك الصلاة كي يعثر في السجادات ولا سيدي مبارك؟ لماذا ربي سبحانه قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم انا ما ندير لكم حساب. وفعلا ما كانش داير لنا حساب. لما ربي سبحانه اذن وجات نخبه من العلماء جزاهم الله خير وبينوا التوحيد وبينوه للناس، وخرجت الناس توحد ربي سبحانه، واللي كان عنده اعلام نتاع الشيطان كسره. جد هذا رحمه الله خرج الاعلام وحرقه، قال لهم انا باري منكم. حج سنة 32 معروف من الحراش ورقبه كامل معروفة بن طلحة، هذا هو جدهم. حرق الإعلام وقال لهم: يا ناس اللي يعرفني أنا الشيخ الحاج بوعلام بن طلحة، راه يعرفني، راني باري من المرابطين وباري من السانجاق من الإعلام هذا وباري من الزرادي ومن الوعادي وكل شيء. لا إله إلا محمد رسول الله، أنا أصبحت موحد نعبد ربي وحده ولا شريك له. وجاب زهدارة تاع النار ودخل فيها الإعلام هذا اللي كان يخرجوه، هو مولاد أحمد يخرجوه، راح الحراش الناس تبع فيه.
حرق هذاك الإعلانات. قالهم خلاص تطلب الله وتاب واصبح ملازم للشيخ طيب العقبي. والشيخ طيب العقبي رحمه الله ما كانش يشرب حليب البقر الا من المزرعه نتاع هذا الناس هذو، جزاهم الله خير، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. اذا نرجع للتاريخ، كيفاش فرنسا كانت تخطط لنا. تعاون المرابطين، تعاون اصحاب الزرادي، وتعاون اصحاب الوعادي، وتعاون كل صاحب بدعه وصاحب فكره، الا الانسان اللي بغى يقيم حد من حدود الله ولا بغى يفهم دينه صحيح